عبد الله محمد مري، فارس منتخب الامارات لقفز الحواجز. طبعا الجائزه هذه شرف لنا، جائزه الشيخ محمد بن راشد للابداع الرياضي. كانت طموح لي من بديت الرياضه وبدت الجائزه، وحصلنا الشرف اليوم ان نحصل على جائزه الفرق في الفرق المحليه ولله الحمد. طبعا جت من خلال الانجاز اللي صار في التاهل لاولمبياد باريس والميداليات اللي احرزناها في بطوله اسيا. هذا نوعا ما يزيد خلينا نقول المسؤوليه، خاصه شرف ان احنا نمثل الدوله، والحين عندنا فرصه ان نمثلهم على اعلى مستوى في اكبر محفل اللي هو الاولمبيات، ونتمنى ان شاء الله التوفيق وباذن الله نبيض الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التاهل جاء توفيق من الله سبحانه وتعالى ودعم شيوخنا الكرام، لولا هذا الدعم اللي لقيناه ما قدرنا نتاهل، وان شاء الله ان نكون عند حسن ظن الجميع ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونرفع اسم دوله الامارات في المحافل الدوليه. طبعا التاهل حط علينا ضغط كبير، ولكن المسؤولين عن الرياضه قاموا بتوفير كل الامكانيات لتحقيق نتائج ايجابيه، ولاحظنا في الفتره الاخيره في تطور كبير في مستوى الفرسان، وايضا الخيل الجديده اللي حصلناها ايضا ما شاء الله مستواها مستوى عالي ومستوى عالمي، فان شاء الله مع توفر الامكانيات ان شاء الله ان راح نحقق نتائج ايجابيه في المستقبل القريب ان شاء الله. في الشراع، بطوله الشراع الدوليه 4 نجوم ابتدت هي طبعا من اليوم وبتنتهي يوم الاحد، وهذا ايضا من الجولات المؤهله لنهائي كاس العالم اللي السنه هذه راح تكون في الرياض ان شاء الله في شهر 4. فان شاء الله نتمنى التوفيق ايضا لفرسان دوله الامارات، وان شاء الله يحجزون مقعد لنهائي كاس العالم كذلك.